مرحبا متابعين إيران بالعربية الأحبة، رحلتنا اليوم لجامع نصير الملك والمعروف بالجامع الوردي. طيب خليكم ويايا حتى نتعرف سوا على هذا الجامع الجميل. يوم من الأيام وبعهد القجريين أمر ميرزا حسن علي نصير الملك ببناء الجامع بسنة 1915 للميلاد، بس التصميم الرائع والملفت للانتباه للمعماريين محمد الحسن ومحمد رضا كاشيباز الشيرازي. هسه تقولون ليش اشتهر باسم مسجد سوراتي بمعنى الجامع الوردي؟ السبب هو استخدام بلاط وردي لون بالتصميم الداخلي، وأيضاً للجامع ميزة أخرى هي الزجاج الملون اللي يظهر جماله بانعكاس الشمس بداخل المسجد ويسحر الناظرين ويمنحهم نوع من السكينة والهدوء بجمال ألوانه وتصميمه. تقدر مساحة هذا الجامع المميز 2890 متر مربع، وفي عام 1965 تم تسجيل جامع نصير الملك من قبل الجمعية الوطنية للآثار في إيران. زوروا مدينة شيراز وبالأخص الجامع الوردي واستمتعوا بجماله المبهر، ولا تنسوا تسووا شير للفيديو. نهاركم سعيد.